الله يبارك فيك اخويا رشيد، الله يرحب فيك الجنة. اخوت معكم السي رشيد من قناة حولي حولي سردي القراقرة. دخلوا عدوا تابونوا وعدوا. الحمد لله احنا اخوت وبالصحة والراحة، وراها بلاد القراقرة ولا بلاد عامر ولا بني مسكين كاملة بصفة عامة، راها بلاد الخير الحمد لله. وهادشي كامل اللي كتشوفوا فيه هنايا راه كيفطر كلشي فابور، يعني ما كاين لا خلاص لا والو. اللي جا من اي منطقة راه كياكل كيشرب وكيشوف خيرات الله. مرحبا باي واحد جا للقرا، الله يحفظك بالصحه والراحه. اعطي الناس تبارك الله الخيرات، اعطي الخالق تبارك الله، اعطي الناس دفع زيد القدام. مرحبا الناس اللي جا امهلي ليا في الناس اسعد الحق الله يحفظك تبارك الله. اللي جا الحمد لله بخيرات. الحمد لله الخوت كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله ديال عبد الحي بن الرضا. اش عبد الحق مرحبا تحياتي خير تبارك الله. دوز على الشط بيدوز على الشط ماشي خلينا بوحدو ولا يبرط واحد هذاك الشيء. كاينش خوف في السوق؟ ما كاينش خوف في السوق. اه ما كاينش خوف في السوق تبارك الله تبارك الله. هذا هو سمينا الرسول ميسي. اسمح لي اسمح لي يا اخويا الله ينورك تبارك الله. مولف تا هو التصوير شي تبارك الله. اسمح لي يا خويا صاحبي اللي شاد الحولي اللي شاد الحولي صاحبي صاحبي نحو واحد شي شويه قاعد تبارك الله. كيف كتلاحظوا الناس كتصور معاه سعيد دولادين. بغيت نشد واحد اللقطه عطيه عطيه خليه يشوف وجهه شوف وجهه هكاك تبارك الله. حاجه وحده اللي ما درتهاش لي شنو هي؟ ما دخلتوش البيت تاع زيد هذا كتعتز بهذا الحول تبارك الله تبارك الله. وكاع الناس تبارك الله انا ما شاء الله المجموع كتعتز به منطقه بني مسكين كامل هذا الحول هذا هذاك الحول تبارك. ولكن الفضل حط ضعف حقه هذا ما تبارك الله على سي عبد الله. مهرجانات ما داروش له معارض ان شاء الله باقي هذا هو يعطي باقي هذا الناس اللي هنا مجموعين اش بان لكم في هذا الخير هنا كشهاده تبارك الله. اه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. كيف كتلاحظوا هذا هو الحولي ذاك العام كان ذاك العام تبارك الله كاع الناس كيف كتلاحظوا كانت جمعات عليه حتى هذا العام ما شاء الله. كيف كتلاحظوا الناس اللي جا باغي يتصور معاه باغي يشوف ولكن ما شاء الله حولي كامل مكمول. الحمد لله هذا هو الخير ديال السي عبد الحق. اسمح لي ولدي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله نتسناو حتى من بعد غادي يبدا في الرسم هو الاخر ان شاء الله تعاون معايا شويه. الان الخوت كيف ما كتلاحظوا كاين الوشم عند الاخ الضحوحي عبد الكريم تبارك الله ما شاء الله. هذا كيف كتلاحظوا الامام ديالكم هو الاخ عبد الكريم الضحوحي هذه الخيرات ديالو. عائلة الضحوحي كلهم هذو اللي كيطبعوا دابا حاليا سوبر. ان شاء الله في الاخر غنقول لكم شحال من واحد تطبع السوبر. ما
شاء الله سوبر سوبر اللي كتشوفوا كلهم سوبر عند عائلة التحوحي. ألف مبروك للأخ عبد الكريم. سي عبد الكريم واسي يوسف ادعي عند سي خفا عبد الكريم خلي يجي عندنا وما يفل سي عبد الحق فرحان بالصديق ديالو واسي يوسف خلينا ندخل عندنا البساطة ما شاء الله إنسان بسيط وفرحان والسوبر كيف كتلاحظوا 11 واحد السوبر عند إخوان حيدي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله كلهم هذا داز السوبر مازال مع الإخوان الحوحي كيتم البيع دابا حاليا من بعد ما تم الطبع ديال السوبر بروميال دوزيام كيجيو كسابة هنا كيشوفوا الحولي اللي عجبهم كيقلبوا القرن كيقلبوا الكمامة العين قلب كل شيء هذا الخير بعود حوحي بجوج المليون كيف كتلاحظوا جوج المليون سنتيم تبارك الله وغير سوبر تبارك الله شحال هذا السي سعيد خويا جوج المليون اخويا سليماني ديال التحوحي تبارك الله تبارك الله تبارك الله هم المتابعين واحد المتابع ديالنا هنا دا من عند الاخ الضحوحي واحد الحولي داه ب 9000 درهم برت فينا هو اخويا ها سير اخويا عبد الكريم شنو عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم هو اللي غادي عبد الكريم راه عارفو حمزه المهم المتابعين تسناو معنا حنا المهم المتابعين ديالنا حل الحولي خذاه متابع ها هو الخوت خذاه هذا المتابع خذاه هذا الخير تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله قلتي بشحال خلى لك هذا الخير 9000 درهم 180000 ريال 9000 درهم تبارك الله ما شاء الله منين انت في الخوت منين منطقه منين المنطقه انت حد ولا تفرج دوك ولا دابا الخير ان شاء الله بحول الله هذا الكساب عشق هذا الحولي وداه النعاج ديالو باش حتى هو يحسن السلاله الله يسر لك في هذا الخير اخويا الله يسر لك تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الكرام متابعين الخوت الكرام حنا مازال مع الاخ عبد الكريم الضحوحي لحد الان كيبيع الاغنام ديالو هذا هو الاخ عبد الكريم الضحوحي
كيبيع في الاغنام ديالو اللي من بعد ما طبعات كيجيو عندو الكسابة كيختارو السوبر كيبقى بثمانو البروميير بثمانو الدوزيام بثمانو صبر نشوف خويا هذا تقريبا تباع خويا تباع هاد الخير هذا صاحبكم هذا غادي يضيف فقط وقلة شرجية هذا ما قلت قريب من البيع من الشراء يمشي يخدم خدمته ان شاء الله بحول الله فهمتك تبارك الله مليح اخذ حوحك يخلي لي الخير يعني غير رجع للمحل ماشي للبيع ماشي للشراء انا ظني تمنو نبعو غادي نشرجيو دابا ولكن حاول تبارك الله يعني تاهو كيخلي لي الحل باش يخدم الحولة تبارك الله تاهو اللي عازل يقولوا تبارك الله يعني هادو ماشي البيع ماشي الشراء حتى هذا واحد منهم كيخليو مادو عنده باش يحسن تاهو نيت السلاله باش العام الماجي ان شاء الله بحول الله ثاني يكون على القرص كما كنقولوا الله يسر تبارك الله الخير ديال العز الدين بن الرضا معروف الصعيد وطن خويا عز الدين تحياتي ترحب بك الجنة مازال تسنى في العيطة ان شاء الله تبارك تسنى في النوبة تبارك الله خيرات تبارك الله بل لي ميسي داخل وسط ايه ها جبتو عزلتو الشطبي ان شاء الله عنده دوالة الخدام بيه عنده ولو ان شاء الله ان شاء الله بحول الله سمعت عطات فيه شي تمن ثاني هنا وما بغيتش قال لي واحد المتابع واش نقولك نقولك شي حاجه ما سمعناهاش علم لله ها وحال السيد هذا دابا قال لي تعالى الحولي راه تعطات فيه 7 مليون ما كان لي يعطيها في اتساع ما يقولهاش قبضنا ها كان لي يعطيها في اتساع ما يقولهاش قبضنا كثر الهضره انا ما سمعتش يعني انت دابا حاليا ما عطاك حتى عطات فيه 7 مليون العام اللي فات تبارك الله ما شاء الله كيقول لي دابا بغى يبيع الشاورما انا نعطيه 7 الا كان باغي يبيع فهمت ولكن تقريبا عبد الحامه ما يبيعوش الله يميسر تبارك الله خيرات ضربه ميدول ضربه ميدول ضربه ميدول ضربه ميدول تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله غير كلمة للمتابعين كنشكر كل الجمهور اللي كيجي يشوفنا ويزورنا هنايا في هذه البلاد وكنشكر راعي الغنم هو الأول والكسابة اللي صبروا هذا العام اللي عطاهم الله الصبر هذه عامين وهاد العام راه كيخلف ليهم الله والله يخلف ما ضاع وهادشي راه ماشي غير ديالنا حنا وخدنا راه ديال الشعب كامل ونطلبوا التوفيق لكل الوحيد اللي هو بغى يكسب هاد الغنم هادي الله يرزق ليه البركه والتصرف